السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في طبق جديد من طبق المنى. النهاردة هنعمل السمك المقلي وجنبه الرز بالصيادية. دلوقتي احنا هنعمل التتبيلة للسمك، التوم بضيف عليها فلفل حامي، اللي مش عايز برضو ما يحطش، يعني دي حاجة اختيارية. هنضيف كمون، معلقتين صغيرين من الكمون، معلقتين من الملح، الملح على حسب ما نحب احنا طبعا. هندقهم مع بعض، ندقهم كويس جدا. السمك طبعا متنضف اهوت زي ما احنا شايفين. الليمون طبعا السمك بيحب الليمون يا جماعة، نعصر الليمون بره وجوه كده عليه علشان اللحم بتاعه لما ناكله يبقى ليه طعم جميل وحادق. نعصر الليمون على السمك كله، طبعا انا بعمل فتحة فيه من الجنب كده من عند الجزلة بتاعته، بحشيها طبعا. كل ده، كل الحاجات اللي احنا بنعملها ديت بتدي للسمك طعم تحفة، يبقى طعم اللحم بتاعه كده حادق وجميل. السمك طبعا كله حشيته بالتتبيلة اللي احنا عملناها كده تمام. نشيله بقى شوية قبل التحمير، نحطه في التلاجة شوية. معانا بقى رز الصيادية، الرز غسلاه والبصل متقطع اهوت، ومعانا زيت، الحاجات المكونات اللي احنا هنحتاجها. هنجيب الحلة طبعا اللي احنا هنعمل فيها الرز الصيادية، بنضيف عليها الزيت، 4 معالق زيت تقريبا، والبصل المتخرط نحطه بعد الزيت ما يبقى حامي. نقلب لحد ما ياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه، ده اللي احنا عايزينه. دلوقتي البصل اخدت اللون الذهبي الجميل، ضفنا عليه المية السخنة من الكتل، ضفنا المية وطبعا غلي تهيت معانا. هنضيف طبعا الرز اللي احنا غسلينه كويس، هنضيف كمية الرز دول حوالي 1/2 كيلو رز، وهنقلب. هنضيف طبعا على الرز دلوقت الملح حوالي 3 معالق صغيرين، وهنغطي عليه. ده بعد ما تشرب خلاص الرز تمام كده، قدامه 5 دقايق بالكتير. دلوقتي السمك بنغطيه كله بالدقيق علشان نجهزه للقلي، وطبعا اي زيادات في السمك بننفضها كده، بنشيلها علشان الزيت ما يتحرقش معانا بسرعة. بننفض السمك كده زي ما احنا شايفين، نحط على جنب. انا بحب السمك اقليه في نفس الوقت اللي احنا قبل الغدا بحاجة بسيطة علشان يفضل سخن ومقرمش زي ما احنا شايفين كده. بنغطيه كله بالدقيق كويس، وننزل اي حاجة موجودة عليه، اي زيادات. دلوقتي الزيت سخن طبعا في الطاسة، بننزل فيه السمك، مبنقلبش على الوجه التاني غير لما اول وجه حطيناه اتحمر كويس. شايفين في الوقت ده كده نقدر نقلبه على الناحية التانية عشان ما يتكسرش مننا. بص اللون الذهبي الجميل ده، احلى واسهل واشيك سفرة يا جماعة معانا، رز بالصيادية وشوية سلطة حلوين والسمك المقلي. وانا عاملة لكم فيديو البابا غنوك، هنزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف هتلاقوه. وان شاء الله كده تكون غدوة سهلة وسريعة وتعجبكم بإذن الله، واستنوني في فيديو جديد من طبق المنى.